إعلانيا أقدمت سيدات لبنانيات على إرضاع مواليدهن أمام مبنى وزارة الصحة اللبنانية من أجل تطبيق قانون حماية الرضاعة الطبيعية. الخطوة هذه دعت لها جمعية لاكتيكا المهتمة بصحة الأم والطفل وأيضا المهتمة بتشجيع الرضاعة الطبيعية. يأتي هذا الاعتصام بالتزامن مع أسبوع الرضاعة الطبيعية والتأكيد على أهميتها بعد تقارير طبية أفادت بلجوء الأمهات إلى البدائل الصناعية والتجارية لإرضاع أبنائهن، ما يؤثر على صحة المواليد. وبحسب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، فإن الرضاعة الطبيعية هي أفضل وسيلة لإمداد حديثي الولادة بالعناصر الغذائية التي يحتاجون إليها. نحن اليوم هون تنوصل صوتنا للوزارة من الأمهات والأباء لحماية أطفالنا. في قانون بلبنان كثير مهم، هذا القانون 47/2008 بيمنع أي تسويق أو إعلان عن وترويج لكل شيء بيعنا بالطعام الأطفال تحت عمر 3 سنين، منهم الحليب المصنع ومنهم أكيد الأدوات اللي بنستعملها لا توصيل هالأكل والحليب للأطفال. المستشفيات الأم تبقى أخذ قرار إنه هي بدها ترضع، بيجوا بيعطوها حليب، بيعطوها فورمولا أو بيعطوها شيء تاني، بيصير هيدا الشيء بأثر على قرارها، والأم بتكون بهيدا الوقت بتكون كتير حساسة، بتصير أقل شغلة تأثر فيها، بصير يقولوا لها إنه مثلا حليبها ما بيكفي أو إنه هي بحاجة إنها تدعم حليبها بحليب بديل، بينما الله عطانا هيدا الشيء، هيدا نعمة من الله، وهيدا الشيء أكيد هو الشيء الوحيد الصحي والكامل لغذاء حيالله طفل على وجه الأرض. معنا من بيروت عضو جمعية لاكتيكا والأستاذة المحاضرة في جامعة بلماند بهية المفتي. صباح الخير سيدة بهية، وأتحدث معك عن موضوع في البداية عن أسبوع الرضاعة الطبيعية وتشجيع السيدات على الرضاعة الطبيعية. ندخل في أهمية هذا الأسبوع قبل الحديث عن الحدث واعتصام السيدات في لبنان. صحيح، هو حدث جدا مهم وبالعالم كله عم يحتفلوا بهالاسبوع، لانه حقيقه المعدلات الرضاعه عالميا عم تنزل، وهذا الشيء طبعا عم بياثر على وفيات الاطفال والامراض عند الرضع والاطفال تحت عمر 3 سنوات. ونحن بنعرف انه هذا التدخل اذا عملناه لحاله، يعني شجعنا الامهات ترضع 6 اشهر حصريا بلا ما نفوت اي شيء ثاني، سوائل او مي او اي شيء، هذا بيساعد لتخفيض نسبه الوفيات بالعالم بمعدل تقريبا 13%، وهي نسبة جدا عالية. فبالحقيقة نحن عم نلاحظ انه المعدلات عم تخف كتير، خصوصي عنا بلبنان. نحن معدلات الرضاعة عنا الحصرية خلال اول 6 اشهر هي بس 14%، واللي هو رقم قليل واقل رقم يمكن مسجل بالدول العربية اللي كمان حوالي لبنان. وهيدا اكيد بيرجع لعده اسباب، ومنهم انه مثل ما هلا شفنا بالفيلم اللي هلا ظهر، انه عم بيصير في حقيقه ترويج للحليب اللي بنسميه نحن مصنع، اللي الام عم بتلاقي اوقات اسهل لها اذا ما حدا دعمها ما حدا ساعدها انه تلجا له. فهذا اكيد السبب الاساسي، ونحن اكيد في اسباب ثانيه نحن عم نمشي عليها وعم نجرب نساعد فيها. طيب سيدة بهية، بالنسبة لموضوع قانون الحماية، حماية الرضاعة الطبيعية، ما الجديد فيه؟ هو صدر هذا القانون من 2008 على ما أتوقع؟ صحيح، ظهر القانون، وحقيقة هو الاعتصام السلمي اللي صار هو بس تذكير بتطبيق القانون، هو القانون موجود أكيد. وهلأ وزارة الصحة طبعا هي جدا متعاونة، والمدير العام مع الوزير لتطبيق القانون، وفي خطوات هلأ جدية لهالموضوع، والوزارة كمان أكيد في لجنة وطنية عم تشتغل على الموضوع، وأنا حقيقة عضو فيها كمان، وباللجنة عم نشتغل مع مستشفيات عديدة بلبنان، اللي هي تقريبا هلأ في 17 مستشفى عم نشتغل معهم لحتى يصيروا مستشفيات صديقه للاطفال. ولما بنحكي مستشفى صديق للاطفال معناتها مستشفى عم بيشجع الرضاعه، في حمايه، وفي كمان اكيد دعم للاميات قبل ما يطلعوا من المستشفى انه يكونوا قادرين هن يرضعوا بشكل صحيح، واذا بدهم مساعده بعد خروجهم من المستشفى اكيد بيكون في شخص بيتامن، يا عبر خط ساخن او زياره منزليه كمان بتساعد. يعني تتوقعين ان مثلا نظام الرعايه الطبيه في المستشفيات له علاقة بامتناع النساء الأمهات عن إرضاع مواليدهن؟
هو حقيقة نحن النظام الصحي بلبنان انت بتعرفي في 90% من المستشفيات هي مستشفيات خاصة. نعم. و10% هي مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، واكيد بالمستشفيات الخاصة اغلبيتهم موجودين كمان بالمناطق اللي هي بالمدن، عم بيكون اكيد يعني يمكن التوجه اكثر بهالمستشفيات، يمكن اكيد في ربح لانه مستشفى الخاص يبغى الربح بمعنى ثاني، فهيدي شغله عم بتاثر اكيد. ولانه كمان معظم الولادات يعني احنا بنعرف الولادات كلها عم تصير اغلبيتها اكثر من 95% هي بالمستشفيات، ما بقى في ولادات بالبيت. فلانه الاغلب الولادات عم تكون بقلب المستشفيات هذا اكيد عم بياثر. صح، اذا الام ما تحضرت. واهم شغله نحن هلا عم نشتغل عليه اللي هو العشر خطوات للمستشفى صديق الاطفال، انه اول ما يصير في ولاده بعد الولاده الام تحط الطفل على الـ على الـ على صدره جلد على جلد، او اول 10 ساعات بعد الولاده، اول اول لا اول أول, اول ساعه بعد الولاده، اول ساعه هي اهم ساعه، بيكون الطفل محفز عنده كل الانعكاسات لحتى يرضع، والام كمان هذا بيساعدها ليصير في اكيد يعني بندنج. طيب. او يعني بدي اقول لك بيصير في علاقه رابطه بينه وبين الطفل، وبيدر الحليب اسرع، هذا بيساعد تأكيد. كمان لافراز هرمونات الحليب. طيب سيده بهيه، انا اتحدث عن نسبه قليله حسب دراسات محليه في لبنان تحديدا 15% فقط من السيدات الامهات يرضعن رضاعه طبيعيه، برايك هل للحداثة لمثلا مفهوم الجمال انه ممكن يؤثر على شكل الثدي الرضاعة الطبيعية له علاقة بذلك؟ اكيد في مفاهيم خاطئه، وهذا كمان الشيء اللي عم نشتغل عليه، انه نجرب قد ما فينا يكون في مجموعات دعم، ومنهم لاكتيكا اللي عم نشتغل عليه اللي هو انه عندنا صار بدنا ننشر الوعي، يعني يكون في نساء وكمان اميات واباء اكيد اللي هن عانوا من موضوع الرضاعه وهلا حابين ينشروا الوعي بين اكيد باقي الامهات اللي هلا يا بدهم يجيبوا اولاد او جابوا اولاد وبحاجه لدعم. اكيد نحن بنعرف انه الشكل الخارجي ما بيتاثر بالرضاعة، وهيدا شيء من المفاهيم الخاطئه اللي احنا بنحكي عنها، لانه الثدي عم يكبر خلال فتره الحمل، يعني الترهل بيصير مش خلال الرضاعه، بالعكس الرضاعه هي بتحافظ على شكل الثدي وبيرجع حتى لحجمه الطبيعي، والرضاعه بيخسر طبعا الام اللي بترضع بتخسر تقريبا 900 كالوري بالنهار، يعني بالعكس بالفعل. الرضاعه بتحافظ لها على جسمها وبترجع لوزنها الطبيعي اسرع. وهي دراسات ايضا اضافه لكلامك سيده بهيه اكدت عليها منظمه الصحه العالميه، يعني ذكرت على الموقع الرضاعه تؤدي لدفاع او تقي من امراض القلب الكبير وتقلل اصابه الام بالسكري، يعني لها فوائد صحيه ايضا على الام وليس فقط على المولود. صحيح، هذا اللي بنركز عليه اكثر شيء مع الاميات، انه الفايده طبعا للام اول شيء مثل ما قلتي، اول فايده اللي هي اول شيء بتساعد يعني انزال معدلات حدوث السرطان الثدي والمبيض عند الام، واكيد على المدى القصير بتمنع نزيف الرحم بعد الولاده، واكيد بتخفف كمان من الكآبه بعد الولاده، وهي شغله كثير مهمه نحن بنركز عليها. الام اللي بترضع بتفرز هرمون كثير مهم اللي هو هرمون الحب، اللي الاوكسيتوسين اللي بيساعدها كمان ليخفف من الكآبه بعد الولاده، واكيد على المدى الطويل مثل ما حكيتي هلا انه بخف عندها حدوث امراض المزمنه مثل السكري نوع الثاني، ومثل كمان اكيد الاوستيوبوروسيس اللي هو ترقق العظم، هشاشه العظام. صحيح، هشاشات العظام. وهلا عند الطفل اكيد الفوائد لا تحصى عند نعم. الطفل يعني عند الطفل في على المدى القريب وعلى المدى الطويل الفوائد اللي هي معروفه. نعم، اذا اود ان اشكرك من بيروت عضو جمعيه لاكتيكا والاستاذه المحاضره في جامعه بلماند بهي المفتي، شكرا جزيلا لك.
إذا بقي ساعتان من الصباح، نلقاكم على رأس المقبلة وبكل تأكيد فيهما الكثير. تفضلوا بالبقاء معنا. إلى اللقاء. إعلانيا أقدمت سيدات لبنانيات على إرضاع موالدهن أمام مبنى وزارة الصحة اللبنانية من أجل تطبيق قانون حماية الرضاعة الطبيعية. الخطوة هذه دعت لها جمعية لاكتيكا المهتمة بصحة الأم والطفل وأيضا المهتمة بتشجيع الرضاعة الطبيعية. يأتي هذا الاعتصام بالتزامن مع أسبوع الرضاعة الطبيعية والتأكيد على أهميتها بعد تقارير طبية أفادت بلجوء الأمهات إلى البدائل الصناعية والتجارية لإرضاع أبنائهن، ما يؤثر على صحة المواليد. وبحسب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، فإن الرضاعة الطبيعية هي أفضل وسيلة لإمداد حديثي الولادة بالعناصر الغذائية التي يحتاجون إليها. نحن اليوم هون تنوصل صوتنا للوزارة من الأمهات والأباء لحماية أطفالنا. في قانون بلبنان كثير مهم، هذا القانون 47/2008 بيمنع أي تسويق أو إعلان عن وترويج لكل شيء بيعنا بالإطعام الأطفال تحت عمر 3 سنين، منهم الحليب المصنع ومنهم أكيد الأدوات اللي نستعملها لتوصيل هالأكل والحليب للأطفال. المستشفيات الأم تبقى أخذ قرار أنه هي بدها ترضع، بيجوا بيعطوها حليب، بيعطوها فورمولا أو بيعطوها شيء تاني، بيصير هذا الشيء بأثر على قرارها، والأم بتكون بهذا الوقت بتكون كتير حساسة، بتصير أقل شغلة تأثر فيها، بصير يقولوا لها أنه مثلا حليبها ما بيكفي أو أنه هي بحاجة أنها تدعم حليبها بحليب بديل، بينما الله عطانا هذا الشيء، هذا نعمة من الله، وهذا الشيء أكيد هو الشيء الوحيد الصحي والكامل لغذاء حيالله طفل على وجه الأرض. معنا من بيروت عضو جمعية لاكتيكا والأستاذة المحاضرة في جامعة بلمند بهية المفتي. صباح الخير سيدة بهية، وأتحدث معك عن موضوع في البداية عن أسبوع الرضاعة الطبيعية وتشجيع السيدات على الرضاعة الطبيعية. ندخل في أهمية هذا الأسبوع قبل الحديث عن الحدث واعتصام السيدات في لبنان. صحيح، هو حدث جدا مهم وبالعالم كله عم يحتفلوا بهالاسبوع، لانه حقيقه المعدلات الرضاعه عالميا عم تنزل، وهذا الشيء طبعا عم بياثر على وفيات الاطفال والامراض عند الرضع والاطفال تحت عمر 3 سنوات. ونحن بنعرف انه هذا التدخل اذا عملناه لحاله، يعني شجعنا الامهات ترضع 6 اشهر حصريا بلا ما نفوت اي شيء ثاني، سوائل او مي او اي شيء، هذا بيساعد لتخفيض نسبه الوفيات بالعالم بمعدل تقريبا 13%، وهي نسبه جدا عاليه. فبالحقيقه نحن عم نلاحظ انه المعدلات عم تخف كثير، خصوصي عندنا بلبنان. نحن معدلات الرضاعه عندنا الحصريه خلال اول 6 اشهر هي بس 14%، واللي هو رقم قليل واقل رقم يمكن مسجل بالدول العربيه اللي كمان حوالي لبنان. وهذا اكيد بيرجع لعده اسباب، ومنهم انه مثل ما هلا شفنا بالفيلم اللي هلا ظهر، انه عم بيصير في حقيقه ترويج للحليب اللي بنسميه نحن مصنع، اللي الام عم بتلاقي اوقات اسهل لها اذا ما حدا دعمها ما حدا ساعدها انه تلجا له. فهيدا اكيد السبب الاساسي، ونحن اكيد في اسباب ثانيه نحن عم نمشي عليها وعم نجرب نساعد فيها. طيب سيدة بهية، بالنسبة لموضوع قانون الحماية، حماية الرضاعة الطبيعية، ما الجديد فيه؟ هو صدر هذا القانون من 2008 على ما أتوقع؟ صحيح، ظهر القانون، وحقيقة هو الاعتصام السلمي اللي صار هو بس تذكير بتطبيق القانون، هو القانون موجود أكيد. وهلأ وزارة الصحة طبعا هي جدا متعاونة والمدير العام مع الوزير لتطبيق القانون، وفي خطوات هلأ جدية لهالموضوع، والوزارة كمان أكيد في لجنة وطنية عم تشتغل على الموضوع، وأنا حقيقة عضو فيها كمان، واللجنة عم نشتغل مع مستشفيات عديدة بلبنان اللي هي تقريبا هلأ في 17 مستشفى
عم نشتغل معهم لحتى يصيروا مستشفيات صديقة للأطفال. ولما بنحكي مستشفى صديق الأطفال معناتها مستشفى عم بيشجع الرضاعة، في حماية، وفي كمان أكيد دعم للأميات قبل ما يطلعوا من المستشفى إنه يكونوا قادرين هن يرضعوا بشكل صحيح، وإذا بدهم مساعدة بعد خروجهم من المستشفى أكيد بيكون في شخص بيتأمن يا عبر خط ساخن أو زيارة منزلية كمان بتساعد. يعني تتوقعين أن مثلا نظام الرعاية الطبية في المستشفيات له علاقة بامتناع النساء الأمهات عن إرضاع موالدهن؟ هو حقيقة نحن النظام الصحي بلبنان أنت بتعرفي في 90% من المستشفيات هي مستشفيات خاصة، نعم، و 10% هي مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وأكيد بالمستشفيات الخاصة أغلبيتهم موجودين كمان بالمناطق اللي هي بالمدن. عم بيكون أكيد يعني يمكن التوجه أكثر بهالمستشفيات، يمكن أكيد في ربح لأنه مستشفى الخاص يبغى الربح بمعنى تاني، فهيدي شغلة عم بتأثر أكيد. ولأنه كمان معظم الولادات، يعني إحنا بنعرف الولادات كلها عم تصير أغلبيتها أكثر من 95% هي بالمستشفيات، ما بقى في ولادات بالبيت، فلأنه الأغلب الولادات عم تكون بقلب المستشفيات هذا أكيد عم بيأثر. صح، إذا الأم ما تحضرت، وأهم شغلة نحن هلأ عم نشتغل عليه اللي هو 10 خطوات للمستشفى صديق الأطفال، إنه أول ما يصير في ولادة بعد الولادة الأم تحط الطفل على الـ على الـ على صدره جلد على جلد، أول 10 ساعات بعد الولادة، أول ساعة بعد الولادة، أول ساعة هي أهم ساعة، بيكون الطفل محفز عنده كل الانعكاسات لحتى يرضع، والأم كمان هذا بيساعدها ليصير في أكيد يعني بندنج، طيب، أو يعني بدي أقول لك بيصير في علاقة رابطة بينه وبين الطفل، وبيدر الحليب أسرع، هذا بيساعد طيب كمان لإفراز هرمونات الحليب. طيب سيدة بهية، أنا أتحدث عن نسبة قليلة حسب دراسات محلية في لبنان تحديدا 15% فقط من السيدات الأمهات يرضعن رضاعة طبيعية. برأيك هل للحداثة، لمثلا مفهوم الجمال أنه ممكن يؤثر على شكل الثدي الرضاعة الطبيعية، له علاقة بذلك؟ أكيد في مفاهيم خاطئة، وهذا كمان الشيء اللي عم نشتغل عليه، أنه نجرب قد ما فينا يكون في مجموعات دعم، ومنهم لاكتيكا اللي عم نشتغل عليه، اللي هو أنه عنا صار بدنا ننشر الوعي، يعني يكون في نساء وكمان أميات وأباء أكيد اللي هني عانوا من موضوع الرضاعة، وهلأ حابين ينشروا الوعي بين الـ أكيد باقي الأمهات اللي هلأ يا بدهم يجيبوا أولاد أو جابوا أولاد وبحاجة لدعم. أكيد نحن بنعرف أنه الشكل الخارجي ما بيتأثر بالرضاعة، وهذا شيء من المفاهيم الخاطئه اللي احنا بنحكي عنها، لانه الثدي عم يكبر خلال فتره الحمل، يعني الترهل بيصير مش خلال الرضاعه، بالعكس الرضاعه هي بتحافظ على شكل الثدي وبيرجع حتى لحجمه الطبيعي، والرضاعه بيخسر طبعا الام اللي بترضع بتخسر تقريبا 900 كالوري بالنهار، يعني بالعكس الرضاعه بتحافظ لها على جسمها وبترجع لوزنها الطبيعي اسرع. وهي دراسات ايضا اضافه لكلامك سيده بهية اكدت عليها منظمه الصحه العالميه، يعني ذكرت على الموقع الرضاعه تؤدي لدفاع او تقي من امراض القلب الكبير وتقلل اصابه الام بالسكري، يعني لها فوائد صحيه ايضا على الام وليس فقط على المولود. صحيح، هذا اللي بنركز عليه اكثر شيء مع الاميات، انه الفايده طبعا للام اول شيء مثل ما قلتي، اول فايده اللي هي اول شيء بتساعد يعني انزال معدلات حدوث السرطان الثدي والمبيض عند الام، واكيد على المدى القصير بتمنع نزيف الرحم بعد الولاده، واكيد بتخفف كمان من الكآبه بعد الولاده، وهي شغله كثير مهمه نحن بنركز عليها. الام اللي بترضع بصير بتفرز هرمون كثير مهم اللي هو هرمون الحب، اللي الاوكسيتوسين اللي بيساعدها كمان ليخفف من الكآبه بعد الولاده، واكيد على المدى الطويل مثل ما حكيتي هلا انه بخف عندها حدوث امراض المزمنه مثل السكري نوع الثاني، ومثل كمان اكيد الاوستيوبوروسيس اللي هو ترقق العظم، هشاشه العظام. صحيح، هشاشات العظام. وهلا عند الطفل اكيد الفوائد لا تحصى عند، نعم، الطفل، يعني عند الطفل في على المدى القريب وعلى المدى الطويل الفوائد اللي هي معروفه. نعم، اذا اود ان اشكرك من بيروت عضو جمعيه لاكتيكا والاستاذه المحاضره في جامعه بلمند بهية المفتي، شكرا جزيلا لك.